بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو ده عملناه فيما يتعلق بمصر وتونس، وتريز امبورتون، سياسة نوعا ما، سياسة وان بي دو تو، معناها مجتمع. مش نعرف علاش الاعلام المصري اللي هي بتونس لهو خايبة ياسر، ما نعرفش علاش. هاو احمد جاموس ولا احمد موسى ولا احمد كلب كلب هذايا يحرض على تونس، وخرجوا نهار 14 وعملوا انقلاب ضد الاخوان. يا ولدي ثلاثة في حواجب ديجا، واحد اثنين، فهمتني؟ عندهم مشكلة. شكون السباقة؟ تونس. شكون الثورة العربية اللي بدات به؟ تونس. شكون خرج القانون؟ تونس. شكون هاك بتاع الثروات بتاع شنو وحكاية الميراث؟ تونس. يا ولدي تلهوا في اموركم، نحن 12 مليون تعاركوا تدبسوا في بعضنا، ما عندناش حتى مشكلة، نتفهموا، مي على الأقل نحن نقدموا، على الأقل نحن نعبروا، على الأقل نحن نقولوا في كلام، فهمتني، مهم برشا، ونعبروا ونضربوا على الطاولة. مسكين الشعب المصري، والله العظيم مسكين، غايضني، غايضني، هابطين عليه بالمطرقة من الشيرات الكل، هاو كيف فخم مسكين، وجدوهم وعملهم تسعيرة، هاو أداءات. هاو ما فماش خدم، هاو ما فماش تشغيل، هاو اعمل مناظره، فهمتي، في امتحانات باش بعد يخدموهم يضربوا 3 سنين وبحكم محكمه ودرا شنو، وما فما حد شيء، وزيد يلمدوهم وياكلوا العصا، وحل فمك تاكل العصا. هذا شعب مسكين مغلوب على امره. وبصراحه بصراحه الشعب اللي ما يتكلمش على روحه عندنا ما يجيش شعب. انت ميت في الدنيا، كمل موت، يا تموت تعيش راجل، يا تموت راجل، يا تعيش ورجال، يا تموت ورجال. نحنا نضرب ونتعارك وندابز ونواح وضد المجلس الشعب، ونحكيو ونسبوا الرئيس ونسبوا امتي لا اله الا الله، ونقولوا كلمتنا ونعبروا عليها في الاذاعه، ومن الحاجه اللي تندز بها تونس على الدول العربي حريه التعبير. ما فماش نفاق، ما فماش اعلاميين مشرين ويخدموا لصالح اجندة السيسي. فيقوا يا اهل مصر، خاطر حبوكم، انتم ناس صح، اصحاب نكتة، اصحاب فن، اصحاب احساس، ضامرين حلوين، صلي على النبي عليكم، ما عندي ما نقول فيكم، فهمتني. مي نقصتك الحاجة واحدة، كنشوفوا افلامكم وشوفوا الواقع نقعدوا بهتي، نقعدوا بعدين نشوفوا مسلسل رأفت الهجان، نحسوا بنخوة نحنا كتوانسة وكالعرب الكل، مي في الواقع ما فما حتى شيء. فما كان كلام أحمد موسى عمر أديب ومرته وكمشة، فهمتي، وكديه وكوح علاقة بتاع علام الزبالة الزبالة. أنا نهار نتمنى نشوف فيهم نهار الناس هذوكو، فهمني، بعد السيسي في شي وليو حق معلقون في الساحة، الساحة اللي عندكم الكبيرة، هذيك الساحة اللي عملتوا فيها تاع الاعتصام، وخرجوا وعفسوكم بهم بالدبابة، عفسكم السيسي بالدبابة. نحب نشوف نهار هذوكم الإعلاميين الكل على بكر تبيهم يحطهم في الساحة، وكل واحد ينحي شوية لحمة هكا وهما حي لله في سبيل الله على النفاق وعلى البيتحي. ما وصلت أنا كتونسي نتكلم على الشيء هذايا الا ما دخلوا في شؤون التوانس. نحنا نتعارك ونتدابز باللي يصير، باقي عنا نتنفسوا نحكيو في كل شيء، في المباشر، في الاذاعات، في التلفزه، في المعارضه، في شتى الميادين، ونقولوا كلمتنا كشعب تونسي. كيما حب الجاموسة، احمد جاموسة واحمد كلبوسة ولا هذاك جا قدامي، والله ما صرف بزوز كفوف، كيما تقولوا انتم بالمصري، يعطي اديله ألمين من القلم بمصة، معناها مصة حديد هكا، ان الشاكوش حديد، انت تقولوا الشاكوش مطرقة حديد، باش من خده هذا يخرج الخد والاخر، على النفاق والانبتاحية، يحرض في الشعب التونسي باش تظاهر كونتر الرئيس، ضد الرئيس وضد مجلس النواب. اش دخلك؟ تلافي روحك، اش دخلك؟ راهو الشعب التونسي شعب قافز على امتي لا اله الله، قافز على العالم العربي بمئات السنين. كما نقولوا نحن، سامحوني عفوا،
كما نقولوا نحن في تونس نقولوا اوروبا هرب علينا 100 سنه، نحن العالم العربي تونس هرب عليه 1000 سنه من كل شيء، ثقافه وعلم ودنيا. ولا ترجعوا تاريخ نحن تونس 3000 سنه حضاره، ماشي جاي من فراغ. راي انتم 7000 حضاره، وين اش عملتوا به؟ مصر، مصر نتاع الفراعنه قعدت هي بيد، ما تبدل فيكم شيء. نهار اللي هكا جاكم شويه حظ وانتخبتوا رئيس مدني نتاع عام، ديجا قلتوا عليه مسكين مات يقاسي ومات يعاني. مش تدفع على مرسي، راه ما عبالكش المرسي ذبح شيء. هي كلمه حق تتقال في حق الناس، الناس نتاع مصر كل. خاطر نحن شعب تونس نحبوا الشعب المصري، الشعب المصري اللي بوغيا ما عنده مسكين حتى دخل الا في حاجه واحده، اللوم. وقت حسب الظلم يلزم يخرج يضرب على الطاوله. كيما خرج هو عايش ميت، عايش مسال، عايش يفخم، فهم دي. هاو زادكم في السكر، هاو زادكم في الرز، هاو زادكم في البطاطا، هاو زادكم في، وانتم ساكتين ساكتين. هاو طلعوكم اخر حاجه سمعتها هنا في الميديا، فهمت اللي عنده راديو يخلص 100 جنيه يا ولا هو، حتى على الراديو وحتى اللي ما عندوش راديو باش يخلص 100 جنيه. ده انت شنو القوانين هذه؟ جاكم مسيس هذه باعكم السنه وصنافير، صد النهضه ما قال وحرج ولا عرق. الدولار فهمتي طاح قدره، فهمتي. نبعث انا 100 اورو من هنا من فرنسا نبعثها لمصر، ما تجيب لي بارسيز واحسب، فهمتني. وين ماشي؟ وين هي مصر اللي نحبوها؟ وين هي مصر تربينا على افلامها وعلى اغانيها وعلى ام كلثوم وعلى عبد الوهاب وعلى عبد الحليم وعبد المطلب وغيرهم؟ وين هي مصر الحلوه؟ نتمنى كنا نمشوا في شارع محمد علي نسمعوا الناس هذوكم، محمد فوزي فهمتني، وسعاد محمد وغيرها وغيرها وغيرها. اليوم نشوفوا في مصر شيء حالها يبكي، حالها يبكي بالحق. علاش؟ بمعزة ذي يا خويا ما عاشت لهو بينا خويا، ما يسالش ما عاشت لهو بينا خويا. نحن حتى في غنينا في قعداتنا نغنوا فيه 90% في الفن، نغنوا فيه كموسيقيين وكفنانين، نغنوا في الطرب المصري. تقول عبد الوهاب، تقول ام كلثوم، عبد الحليم، الشادية، ليلى مراد، محمد فوزي، ما شاء الله من القمم القمم. مشاو هذوك الزمن الجميل هذاك، علاش 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 كرهتونا في مصر؟ عليه رانا نحبوها مصر، راهو الشعب المصري نحبوه ورانا نقدروه. راهو شعب ماركة نكتة، ماركة ضمار، ماركة فن، ماركة احساس، يحب الفرفشة كما تقولوا انتم، فهمني. علاش تقزموا فيه الشعب المصري هذا؟ حرام عليكم. راهو والشعب المصري عنده دور كبير، يلزم يخرج، يلزم يتكلم. ما ينساش 605 يا خويا يموت منكم، ما نحبهاش بيان سير، والله ما نتمناهاش. يموتوا 15 مليون، يموتوا 20 مليون، يموتوا 30 مليون، المهم ولادك واحفادك وناسك يعيشوا، فهمتي. رجال جايبين واحد عميل، ها وجايبين واحد معناه ما يسواش، ارشحوا ارشحوا للمنطق، فهمني. ورزموه فما القنوات المعارضه اللي موجوده في تركيا كيما محمد ناس، كيما معتز مطر، كيما هشام عبد الله، وبرشا قائمه تطول ما لا فايده في ذكر الاسماء، فهمني. شيء يوجع القلب وبالحقائق وبالصوره. الرئيس ما يعرفش يقول جمله مفيده، لا فيه لا مبتدا لا خبر، وفهمتني. وانا ويعني ايه شنو هذا؟ هذا الرئيس يحكي هكا، ما يعطيك جمله مفيده فيها مبتدا وخبر، فهمتني. ويجي يقول لكم يا نحكمكم يا نقتلكم، والشعب المصري ساكت. بالله شكون باش يدافع عليكم من برا؟ اذا كان انتم مش تدافعوا على ارواحكم، كيفاش تحبوا الناس اللي برا تدافع عليكم؟ شوفونا في تونس، في تونس ما يبوجي حد مهما طلع ولا لهبط. حريه الصحافه، حريه التعبير، وتنجم تعمل فيديوهات وتسب امتي ليه على بك، وما يوقفك حد. تراه كون انت راجل وتراه سب السيسي وسبك احمد الجاموس وعمر اديب الكلب الحيوان اللي بيطاح ينصلع هو ومرته، وسب فم جديه، وسبك الخرا ومين دهو، فهمتني. كما قال جوشو جوشو، فهمتني. تراه عملوه، عملوا فيديوهات يا خويا، كما تقدرش عمل فوس نوت، فهمتني، في الكومنتير تاعك ما تحطش اسمك وما تحطش جوانتك، واحكي وعبر. قديش يا خمسه كعبات باش يحبوا 105 مليون؟ في قعد الواحد من شعب مصر. راه الكلمه دي نقولهولكم بمحبه، في مصر كما تقولوا انتم ام الدنيا،
وروني اللي انتم ام الدنيا. فما ام مش حنينه لاولادها؟ هاي الام ام الدنيا قاعده تمزبل في ولادها، اي ام الدنيا قاعده ناس تفخم الاغتصاب والقصر الخفي وغيره، فهمتني؟ والاهتكات، وخلي ما يحكوش على السجون والمعاملات، والجيش يحكم. الجيش يعرف من الحكم، يعرف. واحد اثنين، واحد اثنين، استراح، استعد، استراح، امشي، ادخل في الحيط، ادخل في الحيط. ما فما حتى وجه نتاع إنسانية. أنا عملت الفيديو هذا يا أخوي كي أنت ما تجيو في تراك، خلونا نحنا كتوس، خلينا اللي هنا في همنا في همومنا، على الأقل نحكيو، على الأقل نضرب على الطاولة، وما خلو حتى واحد مهما كان مستواه من رئيس الدولة لأبسط إنسان يقسم الشعب التونسي. رانا قاعدين مش كنتكلم مع رواحنا، وقاعدين نتكلموا وما عندناش حرية، معناها مش تسكت ولا ما تتكلمش على حقك ولا على، لا نتكلموا على كل شيء، في كل شيء. زاد هذا افونتاج، اقل حاجه عندنا افونتاج عليكم اللي ما تلقوش في الامه العربيه على بكر تعبيه. منطقه السلام عليكم، سميها دوله عربي، الشعب الوحيد اللي يجي يحكي ويعبر في الميديا وفي الصحافه وفي الانترنت وفي الفيسبوك هو الشعب التونسي. هذا كسب كبير، جزاك تخطر بالكسب هذا. رانا راكم فهمتوا شو معنى الشعب التونسي؟ يا شعب مصر، راهو الكلمة هذه محبة فيكم، فيقوا على رواحكم، فيقوا على رواحكم. خلونا نحبوا المصريين كما حبيناهم في الستينات، في الخمسينات، وفي السبعينات، رغم بعد ما نحكيوش على الناصر ولا غيره والسادات، وهذيك مواضيع ما نخرجوش منها. يحب لنا فهمتي 20 سنة أخرى ويا ربيش. يجي توا رانا في القرن 21، داخلين في القرن 21، طنبك تكنولوجيا، نراو العالم قرية صغيرة، احكيو عبروا، عملوا دي فوس كونت، معناها سامحوني ما تفهموش بالفرنساوية، نعرف الشعب مصر، عملوا كونت فيسبوك مغشوش باسم لامبورت كوا ومعطيات لانكوارت، واحكيو فيه وعبروا فيه، فهمتني؟ تونس وقت اللي عملت الثورة، عملت الثورة بالفيسبوك، علمت العالم. علمت العالم اجمع، عملنا مظاهره وثوره بالفيسبوك بالتكنولوجيا اللي مش بتاعنا، جاتنا من الغرب، جاتنا من امريكا اللي هو المقر نتاعها في امريكا. نحن عملنا ثوره بالفيسبوك، علمناهم الفيسبوك اللي هما علموهولنا، علمناهم كيفاش نحن نستعملوه، وعملنا وظهرنا ما فهموا حتى شيء. لا مناشير كما كانت عاد عبد الناصر، ولا مناشير كانت عاد محمد علي ولا غير، ولا السادات ولا بالفيسبوك. عندكم التكنولوجيا قصوى توا، العالم قرية قدامكم، وتتحركوا كما تحبوا، فهمتني؟ أما شنو ابكي على القلب، لو كان عندكم قلوب تتولوا رجال، ما تخسروش سنة وصنافير، وما تخلوش، ما تخسروش صد النهضة، وما تخسروش الجنيه طايح، فهمتني؟ يفخم، فهمتني؟ معناه يجيكم سايح، معناه ميلوري يا باشا يا باشا، ويعمل اللي يحب هو، وفي بركة حاضر يا بي، أيوه يا بي، معناها حالة توجع القلب. راكم دولة مسلمة، راكم دولة كبيرة، راهي كيما قلت انتم مصر أم الدنيا، خلوكم أم الدنيا، مي بالقول والفعل، قول وفعل، مش بالقول برك والفعل، الله يجيب، فهمني؟ الفيديو هذا للإعلاميين اللي غلطوا في الشعب المصري، حل فمك ما تشوفش النور كما تقولوا انتم، ما يشوفش الشمس، فهمني؟ عليه تخزموا في الشعب المصري، راهو من الشعب اللي الشعوب العربية كلها تحب. وأنا قادر باش نحكي معاكم باللغة المصرية، ما حبيت نحكي معاكم باللغة التونسية، باللغة التونسية. نجم نقول لك ازيك حبيبي وعامل ايه والنبي ودرا شنو هذاك، صح من الأفلام اللي أنت معلمتونا وتربي عليها وكبرنا عليها. نجيو اليوم الصرح هذا العظيم، مصر أم الدنيا كما تقولوا أنتم، نشوفوها نحنا معناها ما لقيتش مصطلح باش نقول لكم أم الدنيا، ما عادش قلت أم الدنيا، قلت عبيد الدنيا. تحقدركم في العالم الكل، وشكون تيحولكم؟ السيسي. أي نعم السيسي، تيحكي لهم الضر نتاعكم، وما خلاكم ما تعملوا فيه في حتى شكولكم. والله العظيم ساعات تلمو واحد قلبه يوجعوا، ما يلقاش المصطلح اللي باش يقولوا لكم. محبة في شعب مصر، مش في القادة
الزبالة، فكر الإعلاميين الزبالة اللي ما يسووا حتى شيء. شنو الحكاية دي؟ وين ماشي؟ وين تقسموا فيها مصر؟ بأهراماتها معتها ربي، راهو ثلث الآثار، ثلث الآثار راهو في مصر. راهو كي تقول مصر ما يحكيوش على الفن كأم كلثوم عبد الوهاب، راهي جابت الشعراوي، راهي جابت فهمتني طحي السيني، طحي والله العظيم طحي سينو، فهمتني خاطر مشى مخي في طحي سين الخليسي بتاع الكورة، سامحوني طحي سين، وجابت ميخائيل نعيمة، وجابت جبران خليل جبران، وجابت معناها قمم في الأدب، في الثقافة، في الفقه، في الرياضة، ما شاء الله، معناها في الفن ما نحكيوش عاد، وفي التمثيل ما نحكيوش، قد ما نسمي يزمني أنا النهار والغدوة ما نسميش النجوم، فهمت اللي خلقتها مصر وتأثر بها العالم العربي. وينكم اليوم؟ كنتم في الصف الأول، تو أنتم في الصف بعد المية، ما عادش نحكيو لا في الثقافة لا في التعليم لا في لا في السياسة لا في حد شيء. عليه عليه، راهي مصر غالية علينا نحن كشعب تونسي، مصر غالية علينا، رانا نحبوها ونحبوها ديما الفوق، وأي دولة عربية ديما نحبوها الفوق. ما يجيش واحد كلب خسيس اسمه على جسمه سيس خسيس، ها يقسمكم بالدرجة هذية، فهمني بربي بربي. أرجعوا للخطابات اللي عملها الكلها، حتى في الدعاء اللي عملوا في الدين وعدوا في جوش، شو شيء يضحك، يا ربي لكم لإحساس جاف خارج خارج سايح خارج، معناها يا ولاد الحرام يا ابن الكلب يا ابن الوسخ، لو تفتح بوقك أنا بعمل فيك هواي. وهو يعني يدعي الرب، شمن هذا الحيوان هذا؟ فيقوا على أرواحكم، فيقوا على أرواحكم، راكم عزاز على الشعوب العربية خاصة شعب مصر. حالكم يسخف، حلو بفهمكم وتكلموا واضربوا، وانتم ميتين عايشين ميتين، مش خالتين على كيلو بطاطا وعلى كيلو سكر وعلى رز وعلى فهمتني بطيخة ما عندهاش قدر، بطيخة بطيخة البطيخة نحن نقوله بالتونسي دلاع، فهمتني بثمانين جنيه، بثمانين جنيه بطيخة يا رسول الله، دي في فرنسا بلاد الكفار، فهمتني فهمتني بانو رو سيكون تاخو بطيخة، معناها يضربهم في الستاش. معناها ان رو سيكونت، ما تنساش المواطن الفرنساوي اقل شريحه 1400 اورو، يعني 1400 اورو، 1400 اورو، اضربوهم انتم في 16، معناها يشري 10 بطيخات براحه، فهمتني؟ وتاخذ فيها 2000 جنيه و30، هيعملوا لك ايه؟ هيسددوا لك ايه؟ كهرباء، ميه، غاز، مش حملك ميه. فهمتي حي قاعدين يردموا فيكم، يردموا فيكم تحت الردم. هيك ويا شعب مصر هذه فرصتكم الأخير، تعرف شكون عدوكم الأول؟ مش السيسي، عدوكم عدوكم الإعلام السيسي اللي قزة فيكم، اللي وري في صور غاطة للعالم العربي. من حسن حظكم عندكم 4 ولا 5 صحفيين معنا أشراف قاعدين يوروكم في صور واضحة، والفيديوهات كثيرة. شو نقول لكم؟ انا حكيت وكيل لزتو مش احكيكم على وضعكم انتم، خلوها تونس، تونس راهي عملت شو اصوات كبيره جدي بيان كبيره على العالم العربي ككله ببكرة ابي، هربت بيكم هربت، والهربان فين؟ نحكي كل شيء وقولوا كل شيء ونتحارك وندبزوا، مازالت عندنا مشاكل في تونس، مشنا في البارادي مشنا في الجنه معناها بلغه اخرى، فهمت؟ ما لناش في الجنة، ولكن قاعدين نتكلم، قاعدين نعبر، قاعدين نضربوا على الطاولة، ما عجبناش حاجة نقولوا ما عجبناش، ما تجمدهاش تعملها لا مصر ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا لا فايدة في ذكر الأسماء برشا دول. الدولة الوحيدة اللي قاعدة تحكي كيما الوضع كيما هو، كل شيء أون لايف، كل شيء ديريكت، كل شيء ما فماش مخبي. على بكرة به هي تونس، سوري فما شحنات وفما كذا، ولكن تكلمي
مش كما الناس مساكن يشوف الظلم ويقهروه ويعفسوه وهو ساكت، واللي يسكت على الحق شيطان أخص. يا شعب مصر، لا تكونوا من الذين سكتوا على الحق فيصبحون شيطان أخرس. كلمة كلمتكم، على الأقل أخوك ما تدريش، خلونا نحن كذا تونسي والإعلام الزبالة، لكن نحكي راني ما عندي حتى مشكلة مع الشعب المصري، راه فوق رؤوسنا كما تقولون أنتم فوق رؤوسنا، فهمتني؟ هذا الشعب يحب الفن، يحب الطرب، زهوان صاحب نكتة ظريف، علو وروحه خفيفة، ما يلا غالب طاحوا به ناس قزموه عفسوه عفسوه. تشوفك الأحاديث وكل مستوى وعب يابا وبرشا برشا مواضيع، شي ضحك. الله يهديكم، فيقوا على رواحكم. نصيحة لكل إعلامي مصري، رد بالك نهار تجبد السنتونس على فمك بسو ولا بالتحريض، رانا بتونسي نقول هيك، بتونسي نقولولكم على قد قدر 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 بتاعك وعلى يجي معك. لو الشعب التونسي خط أحمر لا يمس. هاي السلام عليكم، وحطها في بالكم، لو الشعب التونسي رغم العدد القليل بارابور الدول العربية هو 12، راهو مما الواحد معوذ بمئة ألف تونسي، واحد راهو معوذ بمئة ألف باللي تتصوروا، معنا وين تكنولوجي وثقافة ووعي وباللي تحبوا. ردوا بالكم، ردوا بالكم، تقزموا الشعب التونسي وتتلهولوا بالزفر متاعو. بيناتنا نتعاركوا، بيناتنا ما عندكمش حتى دخل. شدوا بلايسكم وتلهوا ببلادكم، تحافظ على الشعب التونسي باش يهبط للساحات كانك انت يا جاموس يا كلب يا حيوان. ها قول الشعب التونسي المصري واحكي له الحقيقه، وقول له انزل الميادين كما تعمله، انزل قول له انزل الميادين ضد السيسي اللي معاكم تيران وسلافين اللي خسرتوا في سيرة النهضه واللي واللي واللي. هاي قولكم السلام عليكم وللحديث بقيه.